الأسرة لبنيامين نتنياهو. ترجم. الوزير جالانت، أعضاء وأعضوات الكنيسة، الرئيس الأركان هيرس هليفي، رئيس شباك رونين بار، قائد الشرطة دانيال ليفي، ممثلو عائلات الذكرى وتخليد الذكرى. وكما قال الرئيس، لا أستطيع أن أذكر الجميع، عائلات المخطوفين، إخوتي وأخواتي في عائلات الثكل، وبينهم أبطالنا الشهداء أو قتلى المعارك. زوجتي وأنا زرنا عائلات كثيرة ووقفنا مذهولين من هذه العائلات الذين حياتهم تغيرت في لحظة ولن يعودوا كما كانوا. وقفنا أحيانا أمام بطولة المقاتلين وبطولة العائلات أيضا، وصمودهم في هذا المعاناة التي لا يمكن وصفها، هذا المعاناة والحزن العميق الذي لا يمكن وصفه. نحن في ذروة حرب وجود طويلة وصعبة، حرب تجبي منا أثمان كبيرة. نحن ننتظر الآن لنتائج نهائية للحدث الذي وقع اليوم في جليلوت، ونصلي لسلامة المصابين، وكلنا مصرون ومصممون على المضي في النضال ضد القتلة وملاحقة القتلة ومرسلوهم حتى النهاية. سألاحق أعدائي حتى أصلهم. هذه مقطع توراتي. يورام نعيم قال على قبر ابنته أقام نعيم ليرحمها الله التي قتلت في رفح، بفضل هؤلاء المقاتلين والمقاتلات الذين ضحوا بأنفسهم، نحن نقف اليوم أمام أعدائنا الذين يريدون إبادتنا. بفضل أبنائنا وبناتنا الرائعين، نحن نحافظ معا في هذه المعركة على مشروع حياتنا وأمة إسرائيل معا، يهود، دروز، نصارى، مسلمين، بدو، شركس، معا في الحرب ومعا في الألم ومعا في النصر. قبل عدة أسابيع أثرت لأن أسمع قائد كبير في وحدة أجوز قبل الدخول إلى جنوب لبنان قال لمقاتليه: لدينا حق كبير أن نكتب التاريخ كما فعلنا في غزة، سنفعل هنا في الشمال. هذه الكلمات تلخص ذروة وملخص لحياتنا وإنجازاتنا وألامنا. في عيد التوراة مررنا بحادث صعب بحجم توراتي وما نفذه مخربو حماس بلغ مستوى ورقم قياسي لم يسبق، ولا يمكن لإنسان أن يصف عمق وصعوبة الخسائر والجرائم. عملية إبادة جماعية لجال ونساء عائلات، هذا التنكيل الذي يجف له الدم، خطف مواطنين أبرياء من بيوتهم من الكيبوتسات والبلدات، القتل والدمار، الاغتصاب، الخراب والرعب الذي نشروه. نحن نتوحد اليوم وفي كل يوم أيضا مع ذكرى الذين قتلوا. قبل سنة تلقينا ضربة كبيرة جدا ولكن لم نكسر، حزن عميق أصابنا ولكن لم ننهار، رددنا على الحرب التي هاجمتنا، وهكذا نفعل منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
وكما قال القائد قائد أجوز نحن نكتب من تاريخ التاريخ من جديد نعيد كتابة التاريخ ونحن نرد على حرب الوجود على الحرب بحرب وجود هذه حرب وجود على سبع جبهات ضد محور الشر بقيادة إيران وفي الحرب كما في الحرب نحن نجبي من يريدون قتلنا ثمن كبير أيضا قبل 3 أسابيع وبعد أن قتلنا أكبر الأذرع الإيرانية حسن نصر الله إيران ضربت إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية هذه الهجمة فشلت ووعدنا أنها سيرد عليها وفي ساعات الصباح الباكر من يوم السبت نفذنا وعدنا سلاح الجو قصف في أرجاء إيران أصبنا بقوة بالدفاعات الجوية الإيرانية والصواريخ الموجهة ضدنا وكل هذا جاء بعد في أشهر الأخيرة عملنا بشكل ممنهج بخطة منظمة لتقليم الأذرع التنين الإيراني أو الأخطبوط الإيراني ومرة أخرى النظام الإيراني وأنا أقول للشعب الإيراني نضالنا ليس ضدكم بل ضد نظام الاستبداد الذي يقمعكم ويهدد المنطقة ككل هذا النظام يمس بنا ومن يمس بنا سنمس به سنرد عليه هذا هو المبدأ الذي وضعناه ونتجه به حتى اليوم وسيكون معنا على طول الطريق الهجمة على إيران كانت دقيقة وعظيمة قوية وحققت كل أهدافها وأنا أريد أن أبارك كل المقاتلين والقادة في الجيش وأذرع الأمن الذين اشتركوا في العملية رئيس الأركان قائد سلاح الجو الطيارين والتقنيين وكل الطواقم ورئيس الاستخبارات وكل منظومة الاستخبارات رئيس الموساد والرجال ونساء العاملين في الموساد ونريد أن أشكر الولايات المتحدة على التنسيق الدقيق والمتواصل والمساعدة المحترمين ومواطني إسرائيل التحديات كبيرة أمامنا ومعا سنستطيع تجاوزها بقوتنا هذه سنحضر نجلب مستقبل وسلام وانتعاش وازدهار في هذا اليوم وفي كل يوم لا ننسى للحظة أبنائنا وبناتنا المخطوفين ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا الأحياء والأموات معا هذه مهمة مقدسة ولن نتوقف حتى نحققها حتى نهايتها وفي النهاية الضوء سينتصر على الظلمة وفي هذا اليوم الأسود في فرحة التوراة 7 أكتوبر ظهرت أشعة النور من خلف الضوء الجنود الذين تجندوا لغرف التجنيد وفي الشباك والشرطة والإطفائية والأطباء والإنقاذ كل هذا هذه البطولة رسخت في تاريخ شعبنا وكثير من المواطنين طلبوا أن ينقذوا الحياة وسارعوا للعمل وخاطروا بأنفسهم في مساعدة كل من كان يحتاج إلى مساعدة قاموا بذلك من خلال إنسانية خالصة وتضامن متبادل لا يوجد مثيل له في العالم واثنين من القتلى إخوة أبطال شقيقين وجاءوا من بير 7 إلى غزة ودافعوا عن المناطق والمستوطنات وسقطوا في المعارك مع المخربين والدهم الراف شموئل قال بعد موتهم فترة الشتات كان يمكن أن تقود إلى مجزرة في كل مدينة من هرب هرب ومن اختبأ اختبأ ولكن لم نسمع عن يهودي هنا في إسرائيل جاء لإنقاذ اليهود في المناطق التي كانت تهاجم الشعب الإسرائيلي يجب أن يكون واضح له أننا الشعب واحد أبناءه يدافعون عن مدنه ليس كما في الشتات
وفي هذا التوصية ترافق جنودنا في كل مكان. جيل قوي ومصمم نشأ في أرض إسرائيل ويردد كلمات الآن دورنا، الآن دورنا كما قال أرنون زمراء بطل إسرائيل الذي سقط في عملية إنقاذ 4 مخطوفين من غزة، وهذا ما قاله قائد وحدة الشمرون، كتيبة الشمرون الذي أيضا سقط في معركة في جباليا. الآن دورنا يقول المقاتلين الذين يخاطرون بحياتهم مرة بعد مرة في أنفاق غزة وفي لبنان، الأجيال القادمة ستتعلم وتدرس هذه المرحلة وسيجلسون حدادا على هؤلاء. وجودنا وبقائنا مرهونة بثمن كبير من الفقدان والحزن، ولكن فقط موقف ثابت وصمود هو الذي سيحقق الهدف. المحترمين، العائلات المحترمة، إخوتي وأخواتي، تضحية الأبناء والبنات لن يذهب هدرا، وهذا سيبث قوة وروح عظيمة. أنا أتمنى الشفاء عاجل للجرحى الذين يمكثون في المستشفيات. في هذا اليوم المقدس نحن نطلب أن نحتضن عائلات القتلى ومصدر قوتنا عبر كل حروب إسرائيل وحتى اليوم. هم مصدر قوتنا، تضحيتهم وفعلهم هو الذي يؤمن وجودنا وبقائنا ومستقبلنا. نحن في حرب الاستقلال، وفي بإذن الله سننتصر. في انتصرنا في حرب الاستقلال وسننتصر في حرب الانبعاث القيامة.